اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشره الجويه. يتوقع باذن الله ان يكون الطقس حار بالسهول الداخليه بمنطقه سوس بالجنوب الشرقي وكذلك بالمنطقه الجنوبيه تحديدا، وستتكون سحب منخفضه وكتل من الضباب بالقرب من السواحل وكذلك بالسهول، هذا مع تكون سحب كثيفه على الواجهه المتوسطيه، وبعد الزوال ستتكون بعض السحب الغير مستقره بمرتفعات الاطلس ستغطي بعض الزخات المطريه العاصفيه. لباقي المناطق الاخرى طقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة العليا ستعادل 30 درجة بمدينة وجدة، 32 درجة برباط، 29 درجة بالدار البيضاء، 36 درجة ستسجل بأكادير، و25 درجة بالقويرة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية قليل الهيجان إلى هائج، بالبوغة سيكون البحر هائج، ما بين العرائش وكاب سبارتيل وكذلك ما بين الرباط وكاب غير سيكون البحر هائج، بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج. بخصوص النشرة الفلاحية، يتوقع بالمنطقة الشرقية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 15 درجة و 23 درجة، والعليا ما بين 27 درجة و 36 درجة، الرياح جنوبية شرقية. بالمنطقة الشمالية الغربية سماء قليلة السحب إلى صافية مع تكون بعض الكتل من الضباب، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 17 درجة و 26 درجة، والعليا ما بين 32 درجة و 43 درجة، رياح شمالية غربية. بمنطقة الشاوية دكالا نفس الطقس، ودرجة حرارة الليل ستعادل 17 درجة و 26 درجة، والعليا ما بين 30 درجة و 43 درجة، رياح شمالية غربية. بالمنطقة الجبلية سماء نسبيا غائمة إلى قليلة السحب ستعطي بعض الزخات المطرية، درجات الحرارة ستعادل 11 درجة و 17 درجة، والعليا ما بين 24 درجة و 30 درجة، الرياح متقلبة الاتجاه. بمنطقة جنوب أم ربيع سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستعادل 17 درجة و 26 درجة، ودرجات الحرارة العليا ستصل بإذن الله إلى 33 درجة و 43 درجة، الرياح شمالية غربية. بالمنطقة الجنوبية سماء قليلة السحب إلى صافية، هذا ما عرف بعض الزوابع الرملية، ودرجة حرارة الليل ستعادل 16 درجة و 30 درجة، والعليا ما بين 24 درجة و 45 درجة، الرياح شمالية شرقية. شكرا لطيب المتابعة، بقيت يوم ممتع وإلى اللقاء. مرحبا أخوك لك أنا سيزان.